جميلة هي مجموعة من الأسطر الجميلة، والسطر الجميل هو مجموعة من الكلمات الجميلة، والكلمة الجميلة هي مجموعة من الأحرف. فهدفي هو أولا واضحة، حرف ثم كلمة ثم سطر ثم صفحة. الحمد لله لقينا إقبال ونصبر على الموضوع، ومع التدعيم الخاص والعام إن شاء الله راح تكون فيها قفلات معينة. إن شاء الله الجزائر تحسن الاستثمار فيكم إن شاء الله يا رب عبد الرحيم، خاصة وأنك شرفت الجزائر على مستوى العالم. نعود نذكر أنه من بين ثالث أحسن الخطاطين في العالم. طيب عبد الرحيم، تكتب فقط على الورق؟ لا أدري، هذه لوحة موش ورق، هي لوحات أم تكتب على ولا هذيك الزخرفة؟ وصلنا إلى أدوات الخط العربي. أدوات الخط العربي أيضا غير متوفرة هنا في الجزائر للأسف، ولكن سعينا صار عندنا الآن، لأن الورق ورق الخط العربي يصنع على مراحل. يجب أن يكون ورق طبيعي يعني صقل خاص، ثم يوضع له الشب والشاي وبعض الأدوات، يعالج بطريقة خاصة، ويعالج بطريقة تقليدية ثم ينشف، ثم يوضع له الزلال البيض وبعض الأشياء، بحيث أنه يجعل يصير فيه مادة لزجة، ويصير فيه ما يسمى ب الورق المقهر، تقهيره بحيث انه يكون عازل بين المسامات، فيجعل يعني سلاسه كتابه الخط، وفي نفس الوقت يمسح، وهذا في نفس الوقت يجعله يعيش مدى الحياه. هذه اوراق قديما يعني كان في الصين وفي ايران وتركيا يصنعوها. هذا اوراق من حضارات قديمه جدا، لا زالت مع الحبر فوقها ولم تتلف. هذا الورق المقهر غير متوفر في الجزائر حاليا، بدانا انتاجه في النادي، في مقر النادي.